أكيد. وراح نبدأ بأولى فقراتنا مثل ما حكينا لكم إنه اليوم عنا فقرات كثير متنوعة. أكيد الشهر البردي هو شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، أهمية الكشف المبكر اللي دائما حاولنا من خلال برنامجنا إنه مع ضيوف أخصائيين نوعي على أهميتها. رح نحكي اليوم عن العديد من عوامل الخطر اللي ممكن تساعد على الإصابة بسرطان الثدي، مثل الوراثة، التاريخ العائلي، وأيضا جينات، العمر، العوامل، حتى النظام الغذائي أيضا. أكيد زينب، في كمان كثير من العوامل الأخرى، ولكن ممكن الناس عم تعرفها مثل التدخين وأكيد وعدم ممارسة الرياضة والنظام الغذائي. لنوضح أكثر عن هذا الموضوع معنا اليوم الدكتور نصر الزير، أخصائي تغذية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور. يعني هذا الشهر حاولنا كثير انه نوعي عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي عند النساء. اغلب الاخصائيين قالوا انه ممكن يكون النظام الغذائي هو سبب الاصابه بسرطان الثدي. يعني عم نسمع كثير من الاقاويل والشائعات حول الغذاء بما يتعلق بالسرطان. بدنا نعرف اول شيء عن النظام الغذائي، هل له دخل بسرطان الثدي؟ وهل بيأثر اذا كان الواحد معه مثلا سرطان؟ صحيح. هلا التغذية أو الأمراض السرطان من الناحية التغذوية كتير مهم. هلا بدنا ننوه على فكرة إنه مو كل أنواع السرطانات ممكن إنه تتأثر بالعامل التغذوي من ناحية السببية، إنه يكون يعني التغذية داخلة كسبب من أسباب حدوث السرطان، وإنما هو ممكن في أنواع من السرطانات ممكن إنه يلعب فيها دور التغذية، لكن من الناحية الوقائية كونه التغذية هو عامل بيئي ممكن انه يلعب دور مسبب لعده انواع من السرطانات، وبالتالي الوقايه وحده، يعني انا لما اتبع نظام غذائي في وقايه من حدوث السرطانات او بقينا من عوامل ممكن انه تعمل سرطانات، فالوقايه وحده بالنسبه لجميع انواع السرطانات. ولكن من الناحيه السببيه وكيف فيزيولوجيا تاثير التغذيه على السرطانات تختلف، ممكن ما يأثر التغذية أنه يكون سبب، وممكن أنه يكون سبب رئيسي. هلأ عند سرطان الثدي نعم التغذية بتلعب كتير دور كبير، وممكن أنه تكون هي إما عامل وقاية مثل ما ذكرنا أو عامل مسبب لسرطان الثدي. نعم أكيد دكتور، في بمواقع التواصل الاجتماعي كتير بنسمع سيدات بيوصفوا وصفات لبعض لمحاربة سرطان الثدي، مثلا مثل بيقولوا مثلا القشطة، العسل، وكتير من الأغذية الثانية. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، هل هذا الكلام صح ولا لا؟ كمان نحكي على موضوع كيف السيدات عم تنصح بعض من غير استشارة طبيب. صحيح. هلا بالبداية بدنا ننوه انه زيادة الوزن عند السيدات خاصة بعمر ما قبل انقطاع الطمس، هذا الشيء كتير بي 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 بيكون سبب لحتى لحدوث سرطان الثدي، او يعني بتزداد فرص او عامل خطورة الإصابة بسرطان الثدي. كتير دراسات وجدت انه الزيادة ما بين 10 ل 20 كيلوغرام بفترة يعني بين العشرين للأربعين سنة، هذا بيزيد تقريبا ضعف خطر الإصابة بحدوث سرطان الثدي، وبالتالي الوزن كتير مهم بموضوع سرطان الثدي بالذات يعني من أنواع السرطانات الأخرى. هلأ في كتير من مثل ما قلتي الشائعات أو كتير من الوصفات اللي بتستخدمها السيدات بدون استشارة طبيب أو حتى بدون استشارة أخصائي التغذية، يعني من فكرة هي أنه ممكن أنه يقيها أو حتى يساعدها إذا كانت هي مصابة ومشخصة. يعني مثلا النظام الغذائي اللي بيدخلوا فيه الصويا أو الفيتو استروجين، هذا ممكن انه يعني كثير كتابات على الانترنت بتقول انه هذا ممكن انه يعالج او ممكن انه يعمل وقايه او ممكن انه بعد الاصابه ما بيسبب حدوث تكرار للاصابه. صراحه ما في اي دراسه ممكن انه توضح هذا الشيء، بالعكس ممكن انه الصويا او حتى الفايتو استروجين يتداخل مع، اذا كانت هي عم تاخذه اثناء العلاج ممكن انه يتداخل مع العلاج ويأثر عليها. كثير من السيدات بيستخدموا برنامج غذائي قليل بالالبان ومشتقاتها. هلا هذا الشيء ما اثبته العلم، ولكن العلم بيقول انه كل شيء اغذيه هي عاليه بالدهون
فهي لازم نخفضها سواء أثناء العلاج أو بعد العلاج أو حتى كوقاية من حدوث السرطانات. وبالتالي ممكن أن يكون جزء صحيح أنه نحن ما نأخذ الحليب ومشتقاته الألبان والأجبان كعالية الدهون، وإنما منخفضة أو متوسطة الدهون، يعني قليلة الدهون. أيضا في كثير من منشوف سيدات بيقولوا لا أوكي خذي فيتامينات، خذي مضادات أكسدة خاصة أثناء العلاج، هذا بيساعدك أو ممكن أنه يسرع من شفائك. هذا كمان ما في كتير دراسات واضحة على هذا الموضوع. في دراسات قالت أنه لا، هاي المضادات الأكسدة ممكن أنه تأثر على عمل الكيموثيرابي، المعالجة الكيميائية وحتى المعالجة الإشعاعية، لأنه التيومر أو الورم لما يكون ممكن أنه أنا من خلال الإشعاع أو من خلال المعالجة الكيميائية بدي عم ساوي له أكسدة وبالتالي عم دمره، فمضادات الأكسدة ممكن أنه تحميه وبالتالي بيضل التيومر. هي كلياتها يعني دراسات لسه بحاجة إلى يعني طور البحث. نعم. وبالتالي كل هالشائعات هي يعني من سيدة لأخرى بنختلف، بيراجعونا بيقولوا لنا شو رأيك بهذا النظام أو بهذا النظام. لا، نحن بننصح بيكون نظام متوازن غني، يعني متوازن غني بالمغذيات الأساسية بنسب ما تكون زائدة عن حد الطبيعي. السكر الزائد ممكن أنه يلعب دور بحدوث السرطانات، ممكن أنه في أنواع أكيد الأغذية الدسمة حكينا أنه ممكن أنه هي تساهم في الحافظات أو المواد الحافظة، ممكن زيادتها ممكن أنه كمان تساهم. دائما بنقول للسيدات انه ما تاكلوا يعني او تقلوا الاكل او تشووه ممكن انه يسود مكانه، هي ايضا عوامل محرضه لحدوث السرطانات. هي كلياتها وقايه، وبالتالي نحن هون بنعمل وقايه من كنظام غذائي من حدوث السرطانات. اما من الناحيه التغذويه نظام متوازن، كل هي اللي حكينا نحن عنه مجرد شائعات، دراسات لسه ما اثبتتها. نعم. طب خلينا نحكي شوي كمان عن، بما انه عم نحكي عن الشائعات وكذا، كمان هلا في ناس عم تتجه على الطب البديل. نعم. الطب البديل عم تقراه على مواقع التواصل الاجتماعي، وان كان من بعض العالم حتى اللي ما انا اختصاصيين، ونحن بنعرف دائما ان الاعشاب لها سلبيات والى ايجابيات. نعم. مثل ما بيقولوا بالعاميه الزائد اخو الناقص. صحيح. فكمان خلينا نحكي الطب البديل، هل فعلا بيساعد بتقليله من سرطان الثدي، او مثل ما بيقولوا الاطباء لا ممكن ياثر على الجرعات الكيماويه او العلاج اللي عم ياخده الشخص المريض؟ بالضبط. نحن حكينا دائما الهيربرال ريميديز او العلاجات بالاعشاب دائما هي محل شك، من خلال الدراسات هي محل شك. في دراسات ممكن انه تدعم هذا الشيء، بس يعني الدراسات الاغلب بتقول لا. مثل ما ذكرنا نحن يعني في سيدات بيستخدموا انه مثلا الفايتو استروجين الموجود بكثير من الاعشاب ممكن انه ياثر على العلاج الكيماوي او حتى العلاج الاشعاعي للسيده اثناء يعني معالجتها. وبالتالي نحن بنقول لا، الاعشاب هي يعني ما في اي أبحاث علمية بتأكد على فوائدها، وبالتالي نحن نبتعد عنها، خاصة أنه ممكن مثل ما ذكرنا بعض الأعشاب لا تأثر على، حتى ممكن أنه تتداخل مع عمل أنواع من 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 الأدوية مثل التاموكسيفين، ممكن أنه تأثر على عملها. وبالتالي لا، نحن نبتعد عن العلاج بالأعشاب، لأنه هو يعني علاج ممكن أنه يكون، ممكن أنه نحن نأخذ الخضروات ك مضادات أكسدة كوقاية، أو حتى بعد العلاج ممكن أنه نحن نحسن نظامنا الغذائي بإكثار مضادات الأكسدة مشان نمنع تكرار حدوث السرطانات. مثل ما بنعرف أنه ممكن ترجع هاي الخلايا السرطانية تتكاثر. ممكن أنه ترجع وتتكاثر، وبالتالي من خلال مضادات الأكسدة اللي نحن بناخدها من غذائنا، الخضروات الورقية، الفواكه، لازم دائما الفواكه بنقول 4 حصص أو 3 لـ4 حصص بي 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 بيومنا بنظامنا اليومي، يعني تقريبا 2 أو 3 مرات ناكل فواكه، طبعا بيكون بكميات محددة. الخضروات الورقية دائما بننصح نحن فيها. أما الطب الأعشاب ما في دراسات لحد الآن بتأثبت هذا الشيء. تمام. دكتور، بما أنه عم نحكي على الوقاية، خلينا نحكي شو هي الأغذية اللي لازم نركز عليها بنظامنا الصحي والغذائي باليوم، يعني شو لازم كل يوم ناكل للوقاية من سرطان الثدي أو الأمراض الأخرى برأيك؟ صحيح، حكينا نحن دائما نحن بنحب نركز خلال الوقاية، مو بس من مشان السرطانات،
دائما نحن بنقول النظام الغذائي هو نمط حياة، تغيير نمط حياة باتجاه إلى أغذية صحية بالإضافة إلى ممارسات صحية وخاصة الرياضة. طبعا الرياضة كتير لها دور مهم في الوقاية أو حتى في تخفيف عامل الخطورة عند السيدات المصابين بسرطان الثدي، وكثير دراسات بتثبت أنه نصف ساعة إلى ساعة من الرياضة يعني بتعمل وقاية تقريبا 10%، يعني السيدة اللي بتلعب الرياضة بتكون عندها وقاية 10% زيادة عن السيدات اللي ما بيلعبوا رياضة، وهذا نسبة لا بأس بها يعني. وبالتالي نحن نمط الحياة يكون من خلال نظام غذائي صحي، نتجه أكثر نحو الخضروات مثل ما ذكرنا، الخضروات الورقية كمضادات أكسدة، الفواكه، نقلل الدهون قدر الإمكان وخاصة الدهون المشبعة ومسميها الدهون المتحولة أو الترانس فات اللي بتتواجد بالسمن النباتي، دائما نبتعد عنه لأنه هذا عامل خطر وممكن أنه يكون سبب من أسباب حدوث سرطانات، خاصة سرطانات الكولون وأنواع سرطانات تتعلق بشكل مباشر بالتغذية. نبتعد عن المواد اللي ممكن أنه نتحسس منها لأنه هذا الشيء كمان بيأثر، مثل ما ذكرنا من خلال ممارساتنا اليومية نحن دائما بنقول مادة الأكريلامايد هي اللي هي نحن أنه مثلا نسخن الخبز أو يعني لحتى يحترق أو مثلا نشوي لحتى يحترق، دائما بيقولوا والله الشوي إذا كان مشوي أكثر أطيب، أو سفل الطنجرة مثل ما بيقولوا، هذا كله ياته ممكن أنه تكون عوامل على المدى البعيد عوامل مؤثرة وممكن أنه تكون عامل خطورة لحدوث السرطانات. تمام نعم. طيب هلأ إذا كان مريض سرطان وعم يتعالج بالعلاج الكيماوي، في أطعمة معينة لازم يركز عليها خاصة أنه بيضل جسمه 3-4 أيام تعبان؟ صحيح، دائما نحن بنقول خلال العلاج الكيماوي بتحدث شغلات مع المريض مثلا مثل اقياء مثل غثيان، فالاطعمه اللي هو ما بفضلها لا يعني تقرب له عليها لانه ممكن انه هذا الشيء يعمل رد فعل عنده، اضف الى انه الوجبات تبعه لازم تكون متقطعه، ما لازم نعطيه وجبات يعني كبيره بفرد مره، يعني دائما نقسم له وجباته، وممكن احيانا نضطر الى انه التغذيه من خلال التغذيه الانبوبيه اذا هو ما كان عم يقدر ياكل عن طريق التم، وبالتالي كل هاي استراتيجيات نحن ممكن انه نتبعها، نحببه بالاطعمه، ممكن انه نعطيه مثلا نزيد له مثلا منكهات طبيعيه مثلا يعني نقرب له. دكتور كثير بيقولوا على السكر انه السكر مثلا المصاب بسرطان الثدي تبعد عن السكر، شو رايك بهذا الكلام؟ هل هو صح ولا لا؟ وبدنا نصائح اخيره كمان نعم منك. حكينا انه السكر دائما نحن في منقول السمين الملح والسكر. تمام. السكر كتير طلعت عليه دراسات انه هو عامل خطوره مو بس لسرطان الثدي، لا كثير انواع من السرطانات، ولكن عند سرطان الثدي نعم السكر هو عامل خطوره كثير كبير. حكينا لازم تبتعد عن السكريات خاصه السكريات البسيطه، سكر المائده هذا كثير خطير، تستعيض عنه بالالياف الغذائيه بالسكريات المعقده اللي هي بتكون موجودة بأنواع مثل الرز مثل الخبز القمح الكامل، هدول دائما يعني تبتعد عن السكريات البسيطة، المحليات مثل يعني أو الأغذية السكرية مثل الحلو مثل الشغلات تبتعد عنه، خاصة إذا هي عندها شخصت أنه هي عندها سرطان الثدي، وبالتالي لازم تبتعد عن هذا الشيء. وأيضا كوقاية مثل ما قلنا نظامنا الغذائي لازم يكون متوازن أكثر ميولا إلى الخضروات إلى الفواكه إلى الأطعمة مثلا الغنية بالألياف، الأوميجا 3 كمركب هو مهم جدا للانقسام الخلوي الطبيعي، وبالتالي ممكن أنه يساهم، موجود بالجوز وباللوز طبعا مو يعني المحمصين أكيد، الني هذا كتير مفيد. نظامنا الغذائي مثل ما ذكرنا لازم يكون متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية، نبتعد عن الدهون، نبتعد عن السكريات البسيطة والوجبات السريعة، والوجبات السريعة أكيد، عن مثل ما ذكرنا السمن النباتي، الأكل المليان زيوت، ونبتعد عن المواد الحافظة مثل ما ذكرنا الأندومي وهالشغلات كلياتها ممكن أنه تحرض على المدى البعيد نحن ما بنعرف خطورتها، وبالتالي هيك نحن بنبقى
سليمين كتغذويا، ودائما نمارس الرياضه، لانه الرياضه كثير مهمه لجميع يعني جميع العمليات الخلويه داخل الجسم، ومنها مكافحه السرطان. نعم، يعني كثير معلومات اعطيتنا اياها، ويعني فينا نقول الخلاصه نظام غذائي لازم يكون نظام حياته، وخاصه صحي بين قوسين. صحيح. يعني حتى العالم تقى من كثير من الامراض. صحيح. مثل ما بيقولوا. شكرا لوجودك دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، ان شاء الله الكل يكون استفاد منها، ونتمنى الصحه والسلامه للجميع. أكيد ان شاء الله. شكرا دكتور، شكرا على معلوماتك القيمه، بنشوفك اكيد بحلقات قادمه. شكرا، نورت صباحنا اليوم.